السلام عليكم، هلا والله بالشباب، حياكم الله. مقطع جديد وتفتيح بقجات جديد بيس موبايل يا عمري. بس قبل ما نبتدي، اللايك الاشتراك تفعيل زر التنبيهات. اريد هذا المقطع يا شباب يوصل اكثر من 10,000 لايك اذا تردون تفتيح بقجات بهذا الاسبوع. بهذا الاسبوع ان شاء الله ننزل لكم تفتيح بقجات ثاني، ف 10,000 لايك ينزل لكم باذن الله تفتيح بقجات ثاني. واذا انت ما مشترك بالقناه يا صديقي، اشترك وفعل زر التنبيهات. خلينا نروح مباشره ونشوف التحديث الجديد من بيس 2021 موبايل. اول شيء خلينا ناخذ الهدايا اللي نعطونا اياها. طبعا ما اخذت اي شيء لحد الان. نسخه من كريستيانو رونالدو. كم نسخة انطونا من كريستيانو؟ ايكون مومنت كريستيانو رونالدو، والله وايكون مومنت من كريستيانو رونالدو يا شباب. كرة سوداء، عندنا 30 كوينز. اول شيء يا شباب خلينا نشوف ايكون مومنت برشلونة، وبعدين نشوف الايكون مومنت اللي عند كريستيانو رونالدو. غوارديولا عندي رونالدينيو وروماريو. عندنا يا شباب اكيد اريد روماريو 100%، اريد روماريو وحتى رونالدينيو بعد اريده من هذا الباكج. راح افتح من كل باكج اليوم 3 ان شاء الله. اذا جبنا 10,000 لايك وما طلع لنا اللاعب، راح نبحث عليه حلقه او مقطع ثاني باذن الله قريب. بس وصلوا 10,000 لايك، خلينا نروح مباشره ونشوف الباكج الثاني، باكج روما. ايكون مومنت روما، عندنا كافو، باتستوتا، وايضا الدير. ما عندي معلومات كبيره عن هذا اللاعب البرازيلي يا شباب. هذا ايكون مومنت اي نادي هذا؟ ما يهمنا يا شباب. اوكي، لاعبين الاسبوع. نيمار 95، سواريز 93. نسختين قويه ورهيبه، نسختين اريدهم ان شاء الله يا رب يجينا. لاعبين ما عندي، اليسون بيكر اللي سجل هدف، ايضا موجود من ضمن لاعبين الاسبوع. حتى ناتشو يا شباب، كوبو بعد موجود. هذول اللاعبين اللي موجودين من لاعبين الاسبوع. ممكن انا اللي اريده من هذا اللاعبين يا شباب هو نيمار وسواريز واليسون او كوبو، واحد منهم عادي، هذا ما يهمنا. وهذا ايكون مومنت كريستيانو رونالدو المجاني. عمر رونالدو 35 سنه بهذا الباكج يا شباب. 94، ما ادري قد يتطور، بس اتوقع يعبر ال 97. ما ادري هل اقوى من اللي عندي او هذا اقوى، بس هذا ايكون مومنت. شوف كميه المراكز اللي يلعب بها كريستيانو رونالدو. خلينا نشوف طاقاته. فينش عنده 93، والله يا شباب المفروض اعلى يعني شويه، صح؟ السبيد 85 اكيد، اللاعب كبير العمر. الجامب عنده 96 قوي، ارتقاء. اشوف رونالدو جيد يا شباب. وعندنا كره سوداء، خلينا نشوف اللاعبين الموجودين، يعني نفس اللاعبين تقريبا، ما اعتقد احتاج واحد من عندهم. طيب قبل لا اروح افتح هذا، اروح اشوف تشكيلتنا واللاعبين اللي نريدهم، واللاعبين اللي نريدهم يطلعون. عندنا كليفرت قلب هجوم، ممكن يجيب بداله روماريو اليوم ان شاء الله. عندنا ميسي وغوارديولا، اثنيناتهم ايكون مومنت. كريستيانو رونالدو مو ايكون مومنت بس قوي، 98 نسخه نار. قولوا لي يا شباب يا هو قوى هاي النسخه لو النسخه اللي نطلنا اياها هسه الايكون مومنت. طبعا هذا اللي هو فودن 97 قوي، وتوني كروس بعد قوي 96، كارفاخال حلو، ديلخت حلو، والفونسو ديفيز بعد حلو، بعد شوي حلو حارسنا يا شباب، الا قلب الدفاع اللي عندنا اللي هو بواتينج. قلتوا لي مصطفى خلي ماركينيوس قلب دفاع يكون افضل من بواتينج. والله 96، والله قلتوا 96 يا شباب. اوكي راح نخلي ماركينيوس، بس نشوف ممكن يجي لاعب اليوم يتغير ما ندري. فغوارديولا ما اريدك رجاء، رونالدينيو وروماريو اثنيناتكم اريدكم، كافو 100% اريدك، اريد اخلي كارفاخال اوت، باتستوتا اكيد اريده يا شباب. عندنا بعد خلاص يعني نيمار وسواريز، بس ما اعتقد راح يكونون اساسيين يعني، بس اريدهم. فاكيد راح نبدي من الكره السوداء هذه ونقول بسم الله، واول باكج راح نفتحه اليوم يلا بسم الله يا رب. خلينا نشوف منو راح يطلع لنا يا رب. لاعب ما عندنا ان شاء الله، لاعب ممتاز يلا. وين راح يروح؟ ايطاليا. اوكي منو من ايطاليا عندنا؟ انتر ميلان. منو هذا؟ اريكسن صح اريكسن، ما ادري، اتوقع عندي اريكسن يا شباب. وهسه اجى دور على باكج كريستيانو رونالدو ايكون مومنت يوفنتوس 35 سنه، باكج اسطوري بمعنى الكلمه. يلا روح يا حبيبي. ما محل ايكون مومنت، ان شاء الله يا رب اليوم يشوف ايكون مومنت من برشلونه. يدهن رونالدو رسميا ينضم للتشكيله. ثالث نسخه اعتقد كريستيانو رونالدو عندي بالفريق هذا يا شباب. اللي ما عاجبني الصراحه بيس هم حاطين ال دبليو اف. المفروض كريستيانو رونالدو من عمر تقريبا 32 31 مباشره اخليه سي اف، او قبل هذا العمر حتى، اعتقد من دوري ابطال اوروبا 2017 بدا يلعب سي اف قلب هجوم صريح. فالمفروض خلاص يغيروها يعني، المركز هذا قليل نادرا يلعب به يعني، باوقات معينه بالمباراه يميل على اليسار هو. اوكي هسه عندنا ثلاث باكجات نقدر نفتحها من لاعبين الاسبوع، ويا رب يجينا النيمو. نيمار ما عندي، ونيمار انا احبه الصراحه، لاعب ممتاز. وعندنا سواريز المنفجر، سواريز اللي اخذ اللقب من ريال مدريد تقريبا يا شباب، بعد لحد الان ما انحسم الامور. وعندنا اللي ممكن يكون هدفه الرئيسيه نقذ بها ليفربول اللي هو اليسون بيكر. يلا بسم الله يا رب، اول باكج يلا شباب هذا اول باكج. يلا بسم الله يا رب يلا. وين راح يروح؟ اوكي
البرتغال لاعب بنفيكا للاسف، اعتقد اسمه بيزي هيك شيء، ما ادري الصراحه. للاسف والله يا شباب، يعني هذا اول باكج راح من عندنا. يلا نقول بسم الله ونفتح الباكج الثاني. يلا يا رب، يلا نيمو، نيمار نيمار نيمار، يلا يلا. اوكي تمسحون يا بيس بيس، باكجاتكم عدلوها. شنو هذا ازعاج؟ هاي الامور اللي تتكرر مرتين، والله ازعاج. اخر باكج يعني خلاص، لو سواريز لو نيمار، يلا واحد من عندهم، يعني ما جارنا احد منهم. بيس كونامي، سواريز سواريز حلو والله، نيمار بعد حلو، نيمار 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 نيمار. عندنا اثنين لاعبين من فرنسا. حلو 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 حلو، اجا النيمو يا حبيبي، اجا النيمو يا حبيبي. يلا يا نيمار، اهلا بنيمار. هذه النسخه من نيمار اعتقد حلوه حلوه صح؟ ما ادري يا شباب رايكم، هل النسخه حلوه؟ والله 95 قوي، ان شاء الله مكسه اليوم باذن الله. اوكي اللحظه المنتظره، عندنا ايكون مومنت روما وعندنا ايكون مومنت برشلونه. شوفوا حتى قلب الدفاع هذا حلو، يجي بدال بوتينج. اريد قلب الدفاع، اريد كافو، واريد بعد باتيستوتا، فواحد من دول اريدهم اكيد. فنقول بسم الله، الاكثر لاعب اريده كافو، كافو اكيد يا شباب كافو. اول باكج ما بي ايكون مومنت شباب، راح افتح ثلاثه بس، ثلاثه اذا تردون افتح بعد 10000 لايك افتح. اوكي مولر، ما اريدك يا مولر، والله مولر ما صراحه ما احبه يا شباب. وعندي عندي ثلاث نسخ يمكن منه، مباشره على برشلونه ونشوف منه برشلونه. رونالدينيو روماريو وغوارديولا، غوارديولا لا، رونالدينيو روماريو. يلا بسم الله، ايكون مومنت ايكون مومنت ايكون مومنت يا رب. يلا 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 يلا, يلا. غوارديولا لا لا، غوارديولا لا، يلا اي اي. الله ياخذك. يوم ما يجي الايكون مومنت يجي لي غوارديولا. وعندي عندي يا شباب والله عندي اللاعب، انا ليش ما محظوظ، بس اذا اعرف انا ليش ما محظوظ بالايكون مومنت نهائيا، والله ما محظوظ من بدايه بيس 2021 حتى الان ما جالي اللاعب اللي اريده. شوف راح افتح من جديد يا رب كافو، يلا كافو كافو لا تطولها يعني، يلا بسم الله. خلاص جالي واحد، والله مستحيل صعب يا شباب يجي بعد واحد، بسبب انه راح افتح بس ست باكجات، باقي ثلاثه بس. مولر ها ها، مولر مره ثانيه، الله ياخذ اللعبه الغبيه. شباب هذاك بيزي جالي مرتين، مولر اجى مرتين، غوارديول يا حبيبي. خلاص 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 ما يجي بعد، باقي لي باكجين افتحهم، باكجين بس. كره سوداء دائما، وبوسكيتس شو اسوي بوسكيتس او منو هذا؟ هذا 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 لونجلي، هذا هذا شو اسوي بيه لونجلي يا حبيبي؟ حتى للمنتخب الفرنسي ما اخذ ديشام. اخر باكج من باكجات روما، يلا بسم الله. هو هو هذا الباكج، هذا الباكج اللي ما يجينا منه اي احد. خلاص مستحيل حتى كره سوداء، اكيد ماكو كره سوداء بعد يا شباب. اخر باكج من باكجات برشلونه، يلا ماكو يا شباب، والله ماكو ماكو كرة سوداء. منو؟ ديمبلي لا، منو هذا؟ منو؟ شو اسمه؟ جوردي ألبا يمكن، اي هو جوردي ألبا. يا الله. اوكي يا شباب، يعني اليوم احتمال او تقريبا ما تغير شيء بالتشكيله صح؟ اليوم يا شباب ما تغير الصراحه شيء بالتشكيله، يعني نيمار ممكن نخليه احتياطي الا رونالدو، يعني رونالدو ممكن نخليه اساسي. فهي تشكيلتنا حاليا والله يا شباب، يعني عندي روماريو انا ال 97 اللي مو ايكون مومنت، بس اعتقد هذه هي التشكيله الافضل اللي نازله لارضيه الملعب. ما ادري رايكم، كتبوا لي بالتعليقات يا شباب منو اللاعب اللي لازم نخليه بالاحتياط، منو اللاعب اللي لازم ننزله، وتقييمكم بعد مجيء رونالدو للتشكيلة، تغير شيء الايكون مومنت هذا؟ هسه راح اطوره ونشوف ايش قد مستواه راح يصير. وماركينيوس خليته اساسي بعد يا شباب، فاعتقد ارتفعت شوية نسبة التشكيلة وقوتها. خلينا ندرب رونالدو. اوكي يلا بسم الله، يلا يا رونالدو، رونالدو اريدك توصل ليفل عالي، يلا بسم الله. خلاص رسميا رونالدو ماكس، رسميا رونالدو 98 يا حبيبي، رونالدو مدمر. راح اطور نيمار شوية مو كثير، خلينا نشوف ايش قد راح يوصل نيمو بعد، لازم نطوره يا شباب صح؟ اوكي والله نيمار رهيب يا شباب، 98 يا عمري، ما ادري هل يوصل 99 بهذا الباكج او لا، مكسه او لا يا شباب، والله ما ادري. اتمنى هذا نيمار يجي لي بالبيس الاصليه اللي عندي بالبلاي ستيشن، لان هذه بيس صراحه ما العبها كثير، بس ديش العبها 98 قفل نيمار بس اسطوري، هذا نيمار خرافي. والله بتشي حاله يا شباب، يعني ممكن ممكن نسوي هذا الحركه، شوفوا يعني مثلا رونالدو يجي قلب هجوم،
99 كريستيانو رونالدو. أكو, 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 اكو حركه بعد يا شباب, اكو حركه, اكو حركه ثانيه. تجي هنا وتختار يوفنتوس وتقول له دان. بسم الله يلا يا حبيبي خلي نشوف. رونالدو 100 صح؟ 100 100 100 101 يا عمري, رسميا يا شباب رونالدو 101 يا حبيبي. وش هذا الدون؟ اسطوري انفجاري, نار يا حبيبي نار. اقوى مهاجم باللعبه رسميا عندي كريستيانو رونالدو. اذا تردون يا شباب تفتح بقجات اخر, لايكاتكم اشتراكاتكم تنبيهاتكم, شكرا للمشاهده. وباذن الله يا شباب نسوي تفتيح اخر باذن الله. سووا اقوى نسخه من كريستيانو رونالدو, حط قلب هجوم وحط طقم اليوفي وتمتع بقوى رونالدو موجود. سلام.